بسم الله الرحمن الرحيم، كل التحية كل التقدير وكل المودة لحضراتكم، أهلا بيكم. الحقيقة أنا عاوز بس أقف مع حضراتكم وقفة صغيرة وسريعة فيما يخص، بغض النظر عن إن إحنا التقينا بصدام أو لا، بغض النظر عن إن صدام موجود أو ميت أو عايش أو مهاجر أو مسافر أو في أي حتة، مش قضيتنا دي خالص. احنا قضيتنا عشان ما نبعدش القضية دلوقتي اللي انا بتكلم فيها كباحث بقى، واحنا بنبحث هيقول لك اه بيبعد عن لا انا ما ببعدش، انا بناقشكم في الادلة اللي حضرتكم بتسألوا ايه هي الادلة. الناس قطاع كبير من الناس ما قرأوش كتبنا، ما شافوش مقالاتنا، ما تابعوناش في الادلة بتاعتنا، فبنجاوبكم او بنجاوبهم وبنقول بغض النظر عن لقاءاتي بصدام من عدمها، بغض النظر عن انه عايش او ميت، كل ده مش قضيتنا. لكن احنا عاوزين نسال الولايات المتحده الامريكيه ونسال انفسنا ونسال حضراتكم، هل هذا الرجل الذي قيل انه اعتقل وحوكم واعدم، هل هو صدام حسين ولا لا؟ بس ده السؤال الاهم، ده السؤال الاحمر الناري القاني الواضح. الحقيقة أنا بحثت في موضوع صدام حسين من 2003 لغاية النهاردة 2017، يعني 14 سنة بحث في هذا الرجل، هل هو صدام الحقيقي ولا هل هو مش صدام الحقيقي؟ وقلت لحضرتكم إنه في ناس كتير سبقونا قبل كده، وأذكر منهم الدكتور محمد أساسيدي اللي اتكلم عن أذن صدام أنها مختلفة عن أذن الشبيه، ومكث يدرس في ذلك سنوات وسنوات يمكن أطول مننا. الحقيقة أنا أيضا النهاردة هقف مع حضراتكم فيما يخص مسألة الأذن أيضا، وده طبعا الراجل صدام اللي انتوا شفتوه في المحاكمة الشبيه أو صدام، مش ما نعرفش بقى، هنسأل احنا. أولا بغض النظر عن إنه شعره يعني ناعم وزي الفل وأمريكا عطياله يعني جل، ولا هو بيضرب شعره جل، ولا هو شعره ناعم أصلا، دي مش قضيتنا، مش هنتكلم في الشعر دلوقتي. لكن شوف حتى بالمناسبة الصورة تلاقي شعره روعة، في حين ان امريكا ملبساه قميص وبنطلون بس وجاكيت واحد ما بيتغيروش، يعني اللي هو القميص الابيض ابو الياقة طويلة عشان يداري الرقبة الطويلة، وده مش موضوعنا دلوقتي، والجاكيت الاسود. طيب تعال نتكلم عن اذن صدام اللي احنا بنتكلم عليها. اذن الراجل ده زي ما انتم شايفين كده، تبص في المكان ده هنا مع السهم بتاع الماوس هتلاقي في مكان عامل 8 كده في ودنه، الجزء ده مقطوع مش ماشي مستقيم، مش ماشي مستقيم، مقطوع، هتلاقوا ليه صور تانية دلوقتي هنتكلم مع بعض. لاحظ القطع ده والمسألة والسلم اللي موجود في المنطقة دي، ده مش موجود عند الراجل صدام حسين التاني اللي هو بقى الأصل الشبيه، ملناش دعوة، المهم احنا عندنا اختلافات جوهرية. الصور اللي احنا وقفنا قدامها دي صور موجوده لاي حد، ادخل على الميديا، ادخل على الانترنت، الشبكه العنكبوتيه، وابحث عن صور الاخ صدام حسين سواء هو الاصل او شبيه، زي ما يطلع لك اكتب صدام حسين بالعربي وبالانجليزي هتطلع لك كل الصور. مش معقول بقى انا هقعد امسك كل الصور اعدل فيها والعب فيها وابقى منزلها على الميديا كلها، افتح حضرتك كده الصور ودور فيها بمعرفتك كل الصور اللي تيجي على بالك. باختصار شديد الراجل اللي تلاقي له القطعه دي كده قانون، اعرف ان ده من صدام حسين. الراجل اللي تلاقي ودنه دي طالعه سليمه زي ما هي كده من اول هنا لغايه هنا كده اهو، مفيش المنحنى ده وبعدين يرجع تاني، اعرف ان ده ايه الوضع اللي ما فيهوش القطع ده يبقى صدام، اللي فيه القطع ده يبقى الشبيه. طيب ما علينا، المهم انك هتلاحظ اشياء جوهريه زي ما انا بقول. هو مطلوب مني ان انا ما افكرش؟ هو مطلوب مني ان انا ما اقولش؟ هو مطلوب مني او مننا ان احنا ما نعرفش؟ لا، لازم نعرف ونقول. طيب تعالوا نشوف مع بعض. المهم تشوف، احنا هنشوف مع بعض كذا صوره. شوف حتى الصوره دي برضو من الصور الشهيره اهي وهو في المحكمه، نفس تلاقي القطعه اهي والسهم اهو وعامله كده. طيب تعالى بقى نشوف، نقف مع بعض طبعا بغض النظر كمان على ان انت دي بقى دراسه ثانيه اثبتت ان ده طبعا اللي على الشمال ده صدام حسين، واللي على اليمين ابو حسنتين ده وشمتين ده، والودن المختلفه ده الشبيه.
ودن الراجل ده مختلفة عريضة، ودن صدام طويلة، دي ملاحظة أخرى اهي، بس أنا مش بصدد دي دلوقتي. المهم بس شوف حجم الأذن، والأذن دي زي بصمة الصوت بالظبط، وزي بصمة الأصابع. بصمة الصوت مهما قلدت فيها بتقلد بنسب، لكن الحقيقي إن الصوت لا يتغير. بيعرفوه الخبراء. الأذن والأصابع من الحاجات اللي ربنا خلقها بصمة ربانية، محدش يقدر يميزها عن التاني. مختلفة، متميزة عفوا عن الشخص الآخر. فشوف هنا الأذن هنا عاملة إيه عند الشبيه؟ أو الراجل اللي ده، مش ده صدام وده صدام؟ مش ده صدام وده صدام؟ مالناش دعوة بقى، شبيه ولا أصل؟ قال طب ما هنا أذن مختلفة وهنا أذن طويلة، دي ودي أذن التانية عريضة، يبقى فيه اتنين صدام، وده اللي حصل، ودي الحقيقة. فانت عندك اكتر من او شايف طبيعي خالص، قطعنا الاذن دي وقطعنا الاذن دي، مختلفة تماما عن دي، تمام، لان ده اتنين صدام. تعالوا بقى نشوف مع بعض الصور اللي احنا وقفنا قدامها، ده صورة برضو من الصور الشهيرة هي جدا، نفس الايه، نفس حرف التمانية اللي عاملة دي، وطلع كده مش منضبطة، مش صحيحة، مقطوعة، وبعدين طلع بشكل آخر. نيجي بقى نشوف الصورة اللي بعديها، اللي هي نفس الصورة، بس أنا كبرتها، عملت لها تكبير بالإيه؟ بالعدسة. شايف؟ واضحة خالص إزاي؟ أهو الكلام ده بقى، السهم ده، القطع ده، التمانية دي مش عند صدام حسين الأصل، فالكابتن ده الشبيه اللي هو فواز الأمير. هي نفس الأذن دي، واحنا ايه؟ اهي بنكبرها لك بشكل اخر اهو. وانت بس اللي مطلوب منك انك تشوف وتفكر وتقرر بعد ما تستوعب، ما تاخدش كل الكلام ولا حتى كلامي بمصداقيه، صدقش حد، صدق عقلك انت واستيعابك. اهو شوف الاختلاف، شوف الاذن عامله ازاي. طيب دي حاجه، ده الافندي اهو، الافندي اللي زي الفل. سيبك بقى من ان ده صدام مش صدام، مالكش دعوه. شايف انت الاذن برضو الثمانيه اللي عامله هنا دي اهي. طبعا الاخ ابو شماته اللي منور الدنيا، اللي زي الفل، اللي لا انا كبرتها لحضرتك اهو، الثمانيه باينه مختلفه خالص اهي، كبيره جدا اهي، دي انا كبرتها لك. عندك الصوره هاتها من على الانترنت، من اي حته مش من عندي، وكبرها انت كده وشوف، هتلاقي اللي احنا بنقوله كلام مظبوط، اهي نفس الصورة اهي، تمام. اذا انت قدام اهي اهو، تمام. اذا حضرتك قدام رجل مزور، مزورين لك راجل فين؟ في المحاكمة او غير المحاكمة، اللي يقول لك ان ده صدام حسين قول له لا. دي صور شهيرة للرئيس صدام حسين، صورة شهيرة جدا، كبر كده الصورة اهو، مفيش الطريق الايه المعوج ده، مفيش خالص. شايف صورة واضحة للرئيس صدام حسين اهي، شايف صورة واضحة اهي، تلاقي المنطقة دي طلع كده سليمة، مفيش المنحنى بتاع تمانية ده، تمام. كبرناها لك برضو اهي، اهي طلع معتدلة سليمة كده، مفيش طريق تاني وانحناء. طيب تعالى كمان شوف الصورة دي، دي صورة برضو شهيرة للرئيس صدام حسين اهو، ماشية اهي سليمة اهو على طول كده، مفيش الايه، مفيش اللفة دي اهي، دي الصورة الاصل اللي احنا بصينا عليها، وكبرتها لك هنا اهي، ماشية عدلة كده، ماشية مظبوطة، مش عاملة لفة اهي، هذا الصورة. يبقى انت قدام شخصية اختلاقية اختلاقتها لك الولايات المتحدة الامريكية، دي خالص واضحة تماما اهي، الاذن المعقوفة من هنا دي، تمام. اعمل لك عليها دايرة حمراء واعمل لك سهم، انظر هنا كده بقى، ماشي اهي، مختلفة تماما اهي. طبعا
الشعر ناعم زي ما قلنا والاذن مقطوعه. طبعا ده اختلاف كبير ومكبرها لحضرتك بالعدسه اهي. شوف حضرتك هنا كده الملف ده او التمانية دي. تاني ده ايه؟ صدام تاني اللي هو ايه؟ اللي هو بتاع المحاكمة يعني. ده هو كده شايف الصورة دي اهي، التمانية دي هنا مختلفة. يبقى انت قدام رجل بيتم تزويره، رجل بيتم تزويره، الاذن المقطوعة واضحة خالص. ربنا خلقة ربنا مضطر اقطع هنا، واحنا عند الفيل سبعة واوريك. عشان كده لما تيجي تشوف الصورة الكريمة دي حضرتك ما استغربتش. ليه ما استغربتش؟ انت حر، انا مش مسؤول عن استغرابك من عدم. شوف بقى شوف الراجل اللي هو المهجن ده الراجل اللي جاي من ده مش من الاكواخ ولا من البادية ولا من القرية ولا من العصر الحجري، ده ما قبل التكوين. يا سلام يا عم صد يا عم صدام يا ابو الصدادين بتاعهم. تلاحظ ان الراجل كله شويه عشب وكلى وشعر. يا سلام، شايف الودن المتغطيه؟ تضحكوا عليك، انا حر، تضحكوش عليا انا، تضحكوا على حضرتك. كل اللي يقتنع بان الصوره دي صوره طبيعيه يبقى حاجه عيب، اقول له مسمياته. شايف الاذن متغطيه بالشعر ازاي؟ ده مدروسه، دي مدروسه قوي. هو صدام ما كانش معاه مشط ولا كان معاه مقص يظبط نفسه يعني؟ كان عايش فين يعني؟ يا سلام يا عم صدام، ده كان معاه عربيه زي ما بيقولوا بتحرك ومعاه 750,000 دولار زي ما عملنا الفيلم بتاع الحفره والكذبه دي. شايف الشعر اللي مغطي الاذن تماما ده ومغطي لك الدنيا دي كلها هنا، وزي ما قلت لك قبل كده مغطي الرقبه وكاسيها وجايب الشعر ده لغايه كده لغايه كتافه عشان ما تبانش. يا سلام على الدلع، ده في صوره ثانيه كمان مغطي لغايه هنا خالص. ماشي، لكن انا كلامي على الاذن. شايف مغطي لك الاذن عشان ما تفكرش. فلما بدا لهم ثم بدا لهم من بعد ذلك لا يسجنن او حتى حين. هنا بقى بدا لهم بعد ذلك، قال لك ده الناس تعودت وسقفت وقالت ايه صدام ظهر يا رجاله، فاضطروا يظهروا لك عادي بقى. هيمشوه حاطط ايه؟ هيد فون على ودانه؟ لا ما ينفعش بقى، ما ينفعش. فلذلك جابوا لك صدام بالطريقه اللي حضرتك شفتها. طيب نرجع تاني نبص للموضوع. صدام حسين اهو، مش ده صدام حسين؟ شوف الصوره كبيره ازاي، شوف الطريق ماشي واضح ازاي، سليم على طول، مفيش لفلفنات، سليم على طول مرسوم اهو. ده صدام حسين الاسد، ده صدام حسين اهو، نكبرناه لحضرتك اهي عشان ما تقولش ايه جايب لنا حاجه منين. ده الصوره تمام. فتعرف ان انت قدام اكذوبه عملتها الولايات المتحده الامريكيه وعملائها سواء في ايران او في العراق اهو، نفس اللي ايه الصوره بتاعه الراجل ده اهي. شايف اهو، شايف الاختلاف، شايف الكذبه، شايف المنطقه بتاع الاذن لازم تقف عندها، لازم تفكر اهو. كبرناه لحضرتك تاني اهو، اتفضل. اختلاف ولا لا؟ اختلاف كبير اهو اهو اهو. شايف الاذن من هنا مقطوعه ازاي وعامل لك عليها سهم؟ ده عشان ده شخص مختلف عن الشخص الحقيقي. لما انا بقى الاقي الحاجات دي ما اقولش لحضرتك، دوري ان اقول لحضرتك. تعالى بقى شوف الصوره الروعه دي. شوف بقى هنا، طبعا ده موقع الثوره بتاعنا بتاع الجورنال بتاعنا. شايف الاذن ماشيه سليمه جدا ازاي؟ شايف مفيش منعطفات ولا تمانيات ولا سبعات؟ اه، وكبرناها لحضرتك اهي. بالمناسبه هنا بقى عاوز اقول لك على حاجه. شوف شعر صدام حسين بقى، معلش ده شعر مش ناعم، ده شعر متماوج اهو، اكرت خشن، اكرت خشن. السؤال بقى، صدام حسين اللي طالع من الحفره ولا صدام حسين ايام الرئاسه وهو رئيس جمهوريه بدرجه زعيم امه قد كده؟ انتوا بتقولوا، انتوا اللي قلتوا كده مش انا، انتوا اللي بتقولوا الراجل ده زعيم امه زي جمال عبد الناصر. طب زعيم الامه بقى ابو شعر خشن هنا ده، الراجل ده كان شعره خشن وهو في الرئاسه
ولما دخل الحفرة شعره ساح. ده احنا تعالوا بقى ندخل كلنا الحفر ونشوف ايه السر اللي في الحفر ده. ينفع الشعر اللي انت شفته من شوية ده يبقى هو الشعر ده يا مؤمن؟ يعني ينفع الشعر ده ولا هو صدام حسين كان مهتم بجماله ووسامته وشعره ورونقه وسحره وبريقه وهو هنا بعد ما اتحبس قبل ما هو متحاكم وطالع من الحفرة؟ الحقيقة لا، إن صدام حسين هيبقى مهتم بشعره وجماله ووضعه وهو رئيس جمهورية، بتقولوا عليه زعيم دولة مش كده أو زعيم أمة. لكن طب صدام حسين بقى اللي أنتوا شايفينه ده وشعر سايح وزي الفل ده إزاي بقى؟ هو فاضي؟ خصوصًا إن هو لابس قميص وبنطلون واحد وجاكيت واحد، ده دلع ده بقى، ما بلاش دلع، ده عيب، ده اسمه عيب. طيب نيجي بعد كده للصورة دي. الراجل صدام حسين ده هو لسه صغير بقى، هو لسه ايه، صدام في الحزب، صدام نائب الرئيس، صدام كذا، شايف شايف ودنه ماشيه زي الفل، منطقه واحده يعني. تقدروا تجيبوا الصور دي كلها وتشوفوها، ملكوش دعوه بيا، انا بشاور لكم بس. اتفضل، سليمه وزي الفل، سليمه وزي الفل، اهو كبرناها لحضرتك، اهي اهي ماشيه سليمه، مفيش فيها اي اتجاهات ولا تعريج ولا قطعات. تدخل حضرتك وتبحث هتلاقي صدام اللي بعديها اهو، برضه ده موقع الثوره بتاعنا الجورنال. شوف صدام مره هنا هو لسه صغير، ولا صدام بعدين ودنه اتقطعت في حادثه؟ يعني اعرف بس يقولوا يعني اتقطعت في حادثه، مش بعد كده، يمكن بعد ما مسكوه قطعوا له ودنه، يمكن. خليكم فاكرين اليمكن دي هجاوبكم عليها بعد شويه. شوف صدام هنا بقى اهوت وهو لسه في الشباب والحيويه والدنيا سليم، مفيش أي حاجة، زي ما شفناه قبل كده برضو في الرئاسة وهو مفيش فيه أي حاجة. إذا أنت قدام صدام مزور، زورته لك أمريكا وعملائها. هنا هو برضو الأذن مكبرها لك أنا بالعدسة بتاع نفس الصورة. ادخل وشوف، لا تعريج ولا انحناءات. طيب صدام بقى هنا اللي زي الأسد ده، دي في رأيي أعظم صورة صدام اتصورها، في رأيي الشخصي اعظم صورة لصدام. لو حاول يصور الصورة دي في 4 مليون سنة مش هيجيب نفس الاداء ده. شوف الاذن بقى يا سيدي، شايف الطريق، الطريق اللي ماشي زي الفل اهو مع سهم البتاع بتاعنا اهو، هكبرها لك انا كمان شوية زي الفل. هو ده صدام الحقيقي، مفيش بقى عنده كده 7 8 معمولة كده، لا ودنه تمام سليمة. طيب انا هنا عملت لك عليها سهم اهو عشان بقول لك بص في الحتة دي ماشية سليمة. طيب تعالى هنا بقى شوفها هي كده اهي اهي، اظن كده كبيره وزي الفل، واضحه شايف ماشيه سليمه ازاي، مفيش تعريج، مفيش التمانيه اللي عامله هنا كده عند الاخ الشبيه اللي هو فواز الامير. كبرتها لحضرتك، من حقك ما تصدقنيش اهو، شوف ماشيه تمام التمام التمام، مفيش بقى التمانيه هنا كده، في بقى هناك كده تمانيه عند صدام الشبيه بتاعهم، انما صدام الحقيقي البطل ده ما عندوش، واضح؟ طيب بعد كده، طيب فاكرين لما من شويه لما قلت لكم يمكن نحتاجها؟ ما يمكن صدام بعد ما مسكوه في الحفره ما قطعوا له ودنه. طيب ده صدام بقى، صدام حسين الحقيقي عمره ما يعمل كده بعد حادث الدجيل اطلاقا. صدام حسين جريء وبطل ومش عارف ايه وحط مسميات للصبح، لكن صدام جبان على عمره جدا، حريص جدا جدا، اي واحد فينا كده الا اذا كان مجنون بقى وغاوي انتحار. صدام بقى امال ليه صدام عمل الشبيه، وجوزيف ستالين عمل شبيه، وحتى هيلاري كلينتون عملت شبيه شبيهه ليها، وقلنا الكلام ده قبل كده، ومونتجومري عمل شبيه اللي هو الراجل القائد البريطاني الكبير في الحرب العالميه الثانيه، قائد معركه العالمين، أكبر معركة دبابات في تاريخ العالم كله والحياة كلها ضد رومل ثعلب الصحراء في مصر، المعركة بتاعت العالمين دي. طب أنت قدام ناس عملت أشباه بشكل كبير، ما علينا إحنا مش بنتكلم في الأشباه دلوقتي. طيب شوف بقى الصورة دي، اتفضل يا سيدي. اتفضل يا سيدي. أدى التمانية اللي بنقول عليها، شايف التمانية عاملة إزاي؟ يعني الشبيه أقول اللي كان بيروح يحضر مباريات كرة القدم. أمال صدام عامل الشبيه ليه؟ يقعد يلعب طاولة؟ يعني صدام عامل شبيه يقعد يلعب معاه طاولة ويشرب معاه فنجان قهوة
ويقول له انا اللي شكلك ولا انت اللي شكلي، يلا نلعب استغمايه. عيب، صدام عامل شبيه عشان يظهر مكانه في الاماكن العامه، عشان يبقى فيه خطوره عليه ما تقعش الا على الشبيه. وحب يتعمد ان يفهمكم ان في شبيه برضه، عشان تقول لو موتت ده يمكن يطلع هو التاني صدام ويموتنا. يا عم لا تموت ولا تعمل. لذلك صدام ما تعرضش بالفعل لمحاولات اغتيال حقيقيه الا حادثه الدجيل سنه 79. شوف الاخ الشبيه ابو شمتين اللي زي العسل فواز العمير، شايفه الواضحه الثمانيه هي عندك كبيره واضحه منوره اهي، تمام اللي انا كنت مكبرها لك من شويه. بيظهر في الاماكن العامه، في الجامعات، في المستشفيات، في الشوارع، في الحارات، وهلم جر. اذا انت قدام فيلم هندي كبير قوي قوي عملته لك الولايات المتحده الامريكيه، شايف مكبرينها لك اهي، الثمانيه بتاعت الشبيه واللي في ودنه. عاوز ايه تاني بقى؟ اذن الشبيه هنا مقطوعه، فلازم تبقى عارف كده. بعد كده خلاص قربنا نخلص. شوف بقى الصوره برضو الشهيره دي للرئيس صدام حسين، شايف الصوره مكبرها لك قد ايه؟ شوف ودن الراجل ماشيه سليمه ازاي؟ شايف ده صدام حسين البطل، ده صدام حسين القوي، ده صدام حسين اهو مكبره لحضرتك اهو. عاوز ايه تاني؟ عاوز ايه تاني؟ اتفضل. ورينا لك دي من شويه. بعد كده هتلاقي الشبيه ده وهو قاعد في المحاكمة، شايف التمانية عاملة ازاي كبيرة قوي ازاي؟ ده مش تمانية، ده عاملة كده زي ايه؟ هوب امشي كده وبعدين احوت في الشارع التاني، حاجة كبيرة جدا مختلفة. تعالى بقى هنا شوف بقى الصورة ايه؟ الصورة الأصلية اهي، وهو قاعد اهو، حد لعب فيها؟ حد كبرها له حضرتك؟ اهو، حد قطعها له؟ ادخل دور عليها في كل حتة، هتلاقي هو ده. بعد كده اهو شوف هنا دي عامله ازاي، مفيش قطعات خالص هنا ولا اي حاجه، عشان ده صدام حسين الاصل، صدام حسين الاصل. هذا الصوره الاصليه اهي ماشيه زي الفل اهي. باختصار شديد ده الاختلاف في اذن صدام والشبيه، حبيت اقول لحضرتكم بكل الحب والاعزاز والموده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
هالساعة هاي هالساعة الشبه ما صدام دربناه ما قدر يعبر إلا مرة واحدة، ما عبالنا نقدر ندربه بعد. بالشبيه يقولون الأمريكان ذيك المرة ما عبرنا، يقولون هذا الشبيه ما صدام. بس هالساعة الشبيه ما يقدر يعبر ثلاث مرات، يقدر يعبر نوبة واحدة يجوز.
لكن على السؤال المباشر دعني عفوا فضلا، هذا شبيه لصدام ام صدام الذي كنت تدافع عنه؟ هذا هو شبيه لصدام. ليش؟ ما هي أدلة؟ الأدلة. نعم واحد الأدلة اللي عندي